أبو محمد جابر بن أفلح الإشبيلي فلكي رياضي ومخترع. لم يصلنا شيء عن حياته سوى أنه ولد في إشبيلية وفيها تلقى علومه الأساسية، ثم ما لبث أن هاجر إلى قرطبة واستقر فيها حتى كانت وفاته سنة 400 و500. درس العلوم الرياضية والفلكية وأولاها عناية كبيرة، واستفاد من خبرة كبار العلماء المسلمين في هذين الحقلين، كما تعمق في دراسة كتب بطلموس وإقليدس ومينيلاوس وثيودوسيوس وغيرهم من حكماء العالم القديم. أكثر أعمال جابر بن أفلح تأثيراً هو كتابه الهيئة أو إصلاح المجسطي، والذي عنا فيه بتصحيح الكثير من الأخطاء التي وقع فيها بطلموس في كتابه، حيث أشار في مقدمته إلى قائمة ب15 خطأً لبطلموس، لكنه تناول أكثر منها بالتفصيل في متن الكتاب. وكانت أشهر انتقاداته لعلم الفلك البطلمي فيما تعلق بأبعاد الكواكب، حيث أكد خلافاً لبطلموس على أن الزهرة وعطارد يجب أن يقع فوق الشمس، كما قال بأن الزهرة والمريخ أقرب إلى كوكب الأرض من الشمس، واستخدم قياسات دقيقة أثبت بها أن الشمس هي الأقرب إلى القمر. فكان كتابه هذا مؤسساً على تجاربه ومشاهداته الفلكية في مرصده الفلكي الذي يعد حينها أول مرصد في أوروبا. كما أخذ جابر بن أفلح على بطلموس استخدامه للشكل المستعرض، ويدعو إلى استبداله بقاعدة الكميات الأربع. فقد وصل به الأمر في كتابه إصلاح المجسطي إلى نعت بطلموس بالضعف والجهل بالهندسة، بالرغم من أنه سيتدارك لاحقا انتقاداته اللاذعة أحيانا في إشارته إلى احتمال خطأ المترجم الذي لم يفهم ما قصد بطلموس بقوله وغير النص فتغير بذلك المعنى. كما أولى العناية في هذا الكتاب بعلم المثلثات، وكان له دور جلي في انتقال هذا العلم إلى الأوروبيين، حيث كان كتابه أول كتاب مدرسي في علم المثلثات في الغرب الأوروبي، بل إن أطروحته قد أسست لهذا العلم هناك، ولعبت إسهاماته فيه دوراً هاماً في تطويره، فقد قدم بديلاً لنظرية مينيلاوس حول المثلثات الكروية، وتمت تسمية نظريته في علم المثلثات الكروية في الغرب باسم قانون جابر، الذي يعبر عن علاقة الجيوب وجيوب تمام الزوايا وأضلاع المثلث المقابلة له. ترجم كتابه إلى العبرية مرتين من قبل موسى بن طيبون ويعقوب بن مخير، لكن شهرته الكبيرة كانت من خلال الترجمة إلى اللاتينية التي عانى بها جيراردو الكريموني، فبقي اعتماد الفلكيين والرياضياتيين الأوروبيين على هذا الكتاب حتى القرن 17 للميلاد. كما شكلت أعمال جابر أساساً لأجزاء كبيرة من كتاب ريجيو مونتانوس حول المثلثات، وهو الأمر الذي أشار إليه عالم الجبر الإيطالي جيرولامو كارادانو، حيث لاحظ أن الكثير من المواد التي كتبها يوهانس مولر في هذا الكتاب كانت سرقة أدبية لأعمال جابر بن أفلح، إذ يظهر تشابه وثيق بين المقاطع في الكتابين. كما نبه روبرت لورتش إلى أن كوبرنيكوس قد أفاد في كتابه من عمل جابر بن أفلح فيما تعلق بعلم المثلثات، وكان لابن أفلح الفضل في اكتشاف بعض آلات الرصد التي كانت تستخدم في مراصد الأندلس، فقد صمم كرة سماوية محمولة لقياس الإحداثيات السماوية، والتي وصفها في أحد فصول كتابه بأنها آلة تتكون من حلقة مدرجة واسعة وفي مركزها عمود محوري، وعلى العمود في موضع آخر منه يدور ربع مجيب، وعلى الربع عضادة متصلة بشقين للرصد، ويمكن تركيب هذه الأجزاء على مستوى خط الهجرة أو خط الاستواء أو على مستوى دائرة البروج. وقد اعتبر الباحثون آلة ابن أفلح هذه مقدمة لآلة تركتوم عند الأوروبيين، والتي نسب اختراعها إلى شخصيات متعددة من بينها جابر بن أفلح.